حضرات السادة والسيدات، نحييكم جميعا في بداية هذا العرض الموسيقي الذي تقدمه فرقة المعهد الرشيدي بإدارة الأستاذ الفنان عبد الحميد المعنجية وبقيادة الأستاذ الفنان طاهر غرسة الذي يشرف على حظوظ المجموعة الصوتية. يتحفنا الأستاذ الفنان طاهر غرسة باستخبار على آلة العود في مقام العراق، ثم ومن إنشاد المجموعة الصوتية ومن وضع الأستاذ الفنان طاهر غرسة نقدم لكم أغنية زعم النار تطفاشي، ثم نطرزها بأغنية مسار مقياسي يعجل. Thank you.
عيونك يا سلطان البلاد يا سلام.